على هذه المرتفعات المطلة على محافظة صنعاء تتجه بوصرة الخيارات نحو العمل العسكري، مؤذنة بالعودة إلى مربع البارود بعد أن خفتت أو تلاشت خيارات السلام. كذلك أحيي بشكل. ففي الأثناء التي أعلن فيها المبعوث الأممي مغادرة الكويت بحثا عن فرصة أخرى قد تحملها الأيام المقبلة، يعلن رئيس الوفد الحكومي أن لا حل قريب وليس من المتوقع في المدى المنظور على الأقل. يأتي إحكام الجيش الوطني والمقاومة السيطرة على جبل المنارة بنهم شرقي صنعاء لترتفع في محيط العاصمة أصوات المدافع. وقائع الأحداث فيما يتعلق بمعركة استعادة الدولة تبدو اليوم قريبة أكثر من أي وقت مضى، لكن يبقى السؤال عما إذا كانت المدافع التي تدوي في نهم للتحرير أم للضغط من أجل التوقيع؟ الإجابة تأتي من خلال دعوة القوات المسلحة للمواطنين القاطنين في أمانة العاصمة وضواحيها للابتعاد عن مقرات ومواقع الميليشيات الانقلابية، وتحذرهم من مغبة التهاون أو السماح للميليشيا باستخدام منازلهم مصادر للنيران أو لأعمال عدائية ضد قوات الجيش. إنها الحرب إذن تمضي في طريقها إلى صنعاء بعد أن أفشل الانقلابيون كل مساعي السلام، حيث يأتي إعلان ميليشيا الحوثي وحزب المخلوع صالح عن أسماء المجلس السياسي المشترك بحسب متابعين استفزازا سياسيا، ينسف جهود المشاورات والإرادة الدولية في إحلال السلام كخيار يجنب اليمنيين المزيد من إراقة الدماء. تمضي الشرعية في معركة استعادة اليمن المخطوف فيما يدفع اليمنيون المهددون بالموت جوعا ثمن تصلب الميليشيا وتعنت مواقفها.